تحياتي لكم. هل في علاقة بين تصلب وتبسط الرجلين وآلام العمود الفقري؟ أكيد في علاقة. 50% تقريبا من اللي بيكون عندهم آلام في العمود الفقري بيكون في عندهم نوع من أنواع التبسطات. شو المقصود في البداية في التبسطات هذه في القدمين؟ التبسطات في القدمين البناء الطبيعي للقدم ولا عظام القدم ولا عضلات وأربطة القدمين بتكون موجودة بالطريقة هذه على شكل قوس. قوس هذا القوس في عظام هون بتمسك القوس هذا والأربطة والعضلات بتحافظ على التقويس هذا في وضعه الطبيعي. اللي مش طبيعي انه هذا التقويس يختفي ويصير في عنا ميلان للرجل بشكل منبسط على الارض. وهذا طبعا الهدف من وراء وجود والحكم الالهي من وراء وجود هالتقويس هذا هو بيعمل زي عملية امتصاص لاهتزازات كيف للسبرينج تاع السيارة او تاع الشحن الكبير بيكون بشكل دائري. ففي هاي الحالة اي ضغطات بتعمل على امتصاص الاهتزازات هذه. طيب اذا هاي الاهتزازات لم تمتص لانه في عندي فلات فيت واذا انا عندي اوريدي في تبسط. تبسط يعني اجري بتكون ما وجودي للمنطقة هذه للداخل بتكون ملتوية. هلأ مين اللي بده يتأثر كمان في الحركة؟ الركبة. الركبة على السريع بدها كمان تلتوي للمنطقة الداخلية لأنه الالتواء كله للداخل. وفي نفس الشيء الحوض ونفس الشيء العمود الفقري كله بده يلتوي للداخل. وهذا بيعمل عملية هبوط في الحوض. هبوط في الحوض في المنطقة ويكون في عندي اختلال. وهذا الاختلال بس بيعمل عملية انحناءات وضغط أكبر على العمود الفقري. في هاي الحالة في علاقة مباشرة بين تبسط القدمين وبين آلام العمود الفقري وخصوصا إذا بنحكي عن الآلام المزمنة هذه. ومش بس آلام العمود الفقري وآلام الركبة. الحل طبعا لتبسط القدمين اللي هي بنقدر نقول بتكون يا اما مع الولادة جينية او نتيجة مش مشاكل معينة ارثرايتس او التهابات في العظام او في الاربطة في القدمين بسبب نوع من التبسط. ممكن الالام نفسها اللي بتظهر في الاجر المتبسطة وفي الكثير من عندنا آلام بعد المشي الطويل أو الوقفة الطويلة هذه وضع طبيعي عند الناس اللي عندهم تبسط. ففي هاي الحالة العلاج بده يكون عن طريق حفظ التبسط هذا في الوضعية الصح لما نكون نمشي وبدنا نتحرك. هذا اللي بنقوله أورثوتكس أو ضبان طبي. ضبان طبي انتو بتقدروا تسووه في البيت عندكم. فرجناكم كيف ممكن تسووه او بتشتروا اي شيء من الصيدلية. ما تروحوا تشتروا الكاستم ميد يعني اللي معمول على قياسات الرجل. روحوا اشتروا اي شيء وحطوه فقط في القدمين. هذا على النمرة بنباع او هيك ستاندر. بس المهم انه المنطقة هذه تكون مسنودة في اسفل القدمين. غير هيك طبعا الحذاء فيش حذاء طبي وحذاء مش طبي ومش عارف ايش هذا كله. الحذاء المفروض يكون فيه مريح لا وسع ولا ضيق بحيث انكم اجركم تكون مرتاحة فيه. الحذاء لازم يكون منبسط مش لازم يكون ارتفاع او انخفاض اكتر من اللازم. يعني لازم الكعب يكون شوي مرتفع زي الكنادر العادية. الحذاء لازم تكون داخله هاي الأورثوتكس هذه بتخفف كتير او الضبان الطبي من التبسط. في مجال لعلاجه وفي مجال لترجيعه للوضع الطبيعي. اكيد دايما في مجال للترجيع عن طريق التمارين. شو افضل التمارين؟ افضل التمارين اللي هي وانت حافي القدمين تمشي على الصرار على شي خشن على رمل على ملح 10 دقائق ربع ساعة. هذا بيحفز كل العضلات وكل الأعصاب.
الحل الثاني بدك تعمل عملية المشي على الأصابع، المشي على الكعب، المشي وتحريك الإجرين بطريقة حركات معينة، وتحريك الأصابع للأعلى للأسفل، يعني حركات كثيرة فرجناكم إياها بأفلام سابقة كيف تعالجوا وتقوي من عضلات القدمين. إذا صلحنا القدمين بنصلح كل إشي من القدمين وفوق. إذا المسند هذا كان مختل، في الحالة الاختلال حيبلش من الركبة للحوض للعمود الفقري لحد يوصلكم لوجع راس، لأنه القاعدة خطأ. القاعدة خطأ، إذا كل اللي فوقها بده يكون متأثر تأثير مباشر. شكرا لكم، تحياتي.